عقيلة صالح عيسى العبيدي رئيسا للبرلمان بسبعة وسبعين صوتا. عقيلة صالح من مواليد عام 1944، حاصل على ليسانس في القانون العام سنة 1970، عين عام 71 مساعدا في النيابة العامة ليصبح بعد أربعة سنوات رئيسا لنيابة الجبل الأخضر. عام 99 عين كرئيس لفرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة، وهي وظيفة إدارية أكثر منها قضائية، مقرب من تحالف القوى الوطنية حسب المقربين منه، مرشح سابق للجنة 60، فاز بمقعد في مجلس النواب عن منطقة القبة ب913 صوتا، وهو أحد الشخصيات التي كلفت من مشايخ قبيلة العبادات بالاتصال مع المجلس الانتقالي للضغط على مصطفى عبد الجليل للكشف والإعلان عن أسماء قتلة اللواء عبد الفتاح يونس. انتشر على مواقع الانترنت فيديو مسجل بتاريخ 7 فبراير عام 2011 لبيان دعم وتأييد للقذافي، حينها قراه عقيلة صالح كأحد أعيان وفد لمنطقة القبة، وهو ما يوحي حسب المتخوفين بخلفية فكرية وسياسية، فيما يرى مخالفوهم أن ذلك كان ضرورة يمكن تجاوزها حاليا بحكم الحاضر والمستقبل. صلاحيات أوسع وجسم سياسي تعثر في أولى خطواته، فهل يتمكن الرئيس السبعيني من الخروج بالبلاد من عنق زجاجة بات يضيق أكثر فأكثر وفي كل المناحي، في ظل سباق لحسم عسكري على الأرض لجدل سياسي متسارع؟ أما أن العشرة أيام التي سبقت فبراير ببيان تأييد القذافي يلوح بصراع أكبر ومرحلة قد تعود بعقارب ساعة الأحداث وصانعيها.